سارة تسرب مفاجأة الشلة في لندن، شاهد المزيد من التفاصيل. قامت شلة دبي مؤخرا المكونة من عائلة النصالة أسامة مروة غيت مروان وسارة الورع وكمان زياد أبو شعر وزوجته سارة ملص بالسفر إلى لندن فجأة، ولحد هلا الشلة ما أعلنت عن سبب السفرة المفاجئة. هذا الشي اللي خلى الجمهور يدقق أكثر في ستورياتهم مشان يعرفوا سبب سفرتهم. وسارة الورع بالأمس جابت العيد وقامت بتسريب حديث الشلة، وكان من الواضح أنهم كانوا عم يحكوا في موضوع كتير مهم، وسارة قطعتهم. البعض بيتوقع انه في مفاجأة على الطريق، والبعض بيتوقع خطوبة أسامة مروة بما انه هو السنجل الوحيد في الشلة. بعض بيتوقع من بعد فيديو أنس الأخير عن انهم بدهم يجيبوا بيبي جديد انه ممكن تكون أصالة حامل. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ المبنى هذا كله كتير حلو، the architecture is amazing. المهم صورنا كتير صور بهدول كمان التليفون بوث، تعرف هدول الصور اللندنية. هلو يلا احضل هيك شباب. شو جبت العيد؟ كنسلنا جبت العيد؟ لا لا ما شو كنتوا عم تحكوا؟ لك الو لك الو. بابا ما بعرف اذا من رموش ولا انا هيك عيني متضرره، بس انه I love you guys. شوفوا أظافري، ما ورجتكم أظافري. وبس والله إذا بتكون تعرفوا المنتجات اللي بستخدمها لبشرتي والله قولولي وبقللكم. كتير كتير منتجات والله العظيم فرقت علي، ومش إعلان، هي كانت إعلان بس أنا استخدمتهم عن جد طلعوا